بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة رنا فهمي، بشرح لكم كورس مولاكولار بيولوجي. النهاردة هنتكلم عن regulation of gene expression. في كده ترم مهم عندنا اسمه الهيت شوك بروتين. ايه هو الهيت شوك بروتينز دي؟ هي عبارة عن مجموعة او عيلة من البروتينز بتنتج عن طريق السيلز اول ما السيلز تتعرض لحاجة ستريسفول. الستريسفل كونديشن زي ايه؟ الستريسفل كونديشن ده زي حرارة عالية او حرارة قليلة، برد او يوفي لايت. الحاجات دي كلها بتخلي السيل تطلع بروتينز بسميها هيت شوك بروتينز. يبقى الهيت شوك بروتينز هي عبارة عن family of proteins that are produced by the cells in response to exposure to stressful conditions. في الاول خالص كان العلماء بيقولوا ان هي بتفرز او ليها علاقة بالهيت شوك، بالحرارة العالية، بس دلوقتي عرفنا ان هي بتنتج نتيجة او بتفرز نتيجة اي stressful conditions، سواء كان حر بزيادة او برد بزيادة او ultraviolet light. طيب هي بتساعد على ايه او ايه اهميتها؟ ان هي بتساعد السل ان هي تتعافى وتأدي بشكل طبيعي، يعني ما تتأثرش بالستريسفل كونديشنز اللي هي اتحطت فيها. يبقى البرودكت اوف سام جينز ار نيدد اندر سبيسيفيك كونديشنز. الهيت شوك بروتينز ار نيدد اف ذا سيل از اندر ستريس. طبعا لو السيل اندر ستريس بتفرز الهيت شوك بروتينز دي، تعمل لها ايه؟ مينتيننج للديفرنت بروتين ستراكشر. ذا اكسبريشن اوف هيت شوك جينز شود بي regulated بالregulated genes. The product of other genes are always needed in cells to maintain cell viability. علشان السل تبقى في حالتها الطبيعية لازم السل هتطلع لي اللي هي الهيت شوك جينز بروتينز دي. Ribosomal proteins are always needed for translation of mRNA. Housekeeping or constitutive genes. هي الـ constitutive genes أو الـ housekeeping genes دي هي الجينز اللي ضرورية علشان السيلز اللي بتبقى موجودة، علشان السيلز تقوم بالـ functions بتاعتها الطبيعية. يبقى الـ housekeeping genes اللي هما الـ constitutive genes they are required for the maintenance of basal cellular functions. الـ minimum بتاع الـ cellular function محتاج الـ housekeeping genes دي. They are essential for existence of a cell. طيب عندنا الإشريشيا كولاي دي بتحتاج بيئة فيها نيتروجين سورس اللي هي السولتس، وكربون سورس اللي هو الجلوكوز علشان تبتدي ان هي تكبر وتحصل لها ريبليكيشن. يبقى الإشريشيا كولاي محتاجة نيتروجين ومحتاجة كربون سورس، نيتروجين سورس من السولتس والكربون سورس من الجلوكوز. The energy for the biochemical reactions is obtained from the glucose metabolism. علشان ال biochemical reactions في ال Escherichia coli في السل بتاعتها تحصل محتاجة جلوكوز. طيب لما ال E coli ما بتلاقيش جلوكوز بتستخدم ايه يديها ال energy بتاعتها؟ بتستخدم لاكتوز. يبقى Escherichia coli can obtain energy from lactose sugar instead of glucose in the absence of glucose. يبقى الأساسي جلوكوز، ما لقيتش جلوكوز هتنقل على اللاكتوز. In the presence of lactose and absence of glucose اللي بيحصل three enzymes are needed for lactose metabolism. هما اللاكتوز بيرميز والبيتا جالاكتو ترانس أسيتايليز. طيب اللاكتوز بيرميز ده بيعمل ايه؟ بيحول لي او بيودي لي اللاكتوز من الميديم للسل. بيحول اللاكتوز من الميديم للسل، هو المسؤول عنه اللاكتوز بريميز. بعد كده البيتا جالاكتوزيديز ده بيكسر اللاكتوز ويحوله لجالاكتوز وجلوكوز. احنا عارفين ان اللاكتوز ده بيتكون من حاجتين اساسه، الجالاكتوز والجلوكوز. بيكسره البيتا جالاكتوزيديز، بيكسر بيتا جالاكتوزيديز
ده بيكسر البوند ما بين الجلاكتوز والجلوكوز ويفصل لي الاثنين عن بعض. كمان بيحول اللاكتوز لألو لاكتوز. طيب بعد كده الانزيم الثالث اللي بستخدمه في اللاكتوز ميتابوليزم هو البيتا جلاكتوزايد ترانس اسيتايليز. الترانس بيعمل لي ايه بقى؟ بيحول لي او بينقل لي الاسيتايل جروب من الاسيتايل كو اي للبيتا جلاكتوزايد مولكيول. في وجود بقى الجلوكوز little of these enzymes are produced طبعا، عشان ما بعملش اصلا ميتابوليزم باللاكتوز بعمل الجلوكوز. الالولاكتوز ده will induce the expression of the three enzymes coordinate induction. اللاكتوز هيتحول لجلوكوز. lac operon، ايه lac operon ده؟ عباره عن operon required for the transport and metabolism of lactose in Escherichia coli and many other enteric bacteria. lactose metabolism genes are located adjacent to each other and transcribed by a single promoter to produce polycystronic mRNA from which the three enzymes are translated. The genes are organized into a single inducible operon اللي هو lac operon. يبقى lac operon ده عبارة عن مجموعة من الجينز بستخدمها علشان انقل او اعمل ترانسبورت وميتابوليزم لللاكتوز في الاشريشيا كولاي. طيب ال operon model for the regulation of lac genes نيجاتيف كنترول ده الاكسبيرمنت دي اقترحها اتنين ساينتستس. The expression of cluster genes in the operon is regulated by operator repressor protein interactions. اللاك operon ده بيتكون من ثلاثة structural genes و promoter و terminator و regulator و operator. طيب الثلاثة structural genes اللي هما اللاك Z واللاك Y واللاك A. طيب اللاك Z ده بيترجم لبيتا جالاكتوزيديز انزيم اللي احنا لسه قايلينه اللي هو بيكسر الدايساكرايد لاكتوز انتو جلوكوز و جالاكتوز جلوكوز وجالاكتوز. طيب اللاك اوبيرن ده او اللاك ده ما بيبقاش موجود غير لما الجلوكوز يبقى مش موجود. اوكي okay.